للمتابعة معنا من معبر رفح المصري مراسلنا مصطفى عبد الفتاح. مصطفى مرحبا، يعني لو تنقل لنا آخر التحديثات المرتبطة بزيارة غوتيريش وجولته أيضا لمحافظة العريش، والأخبار تقول إنه من المفترض أنه كان يتفقد المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش المصري. يعني بالفعل أقل من ساعة ويصل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين مصر وفلسطين، وتحديدا إلى هنا أمام منفذ رفح البري. هذه الزيارة والتي تأتي من خلال تفقد الأمين العام للأمم المتحدة لبعض الأوضاع، خاصة آليات دخول المساعدات الإنسانية، وأيضا من المنتظر وخلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة أمام بوابة منفذ رفح البري. هذا المؤتمر ينطلق من خلاله دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بتجديد الخطاب بضرورة وقف إطلاق النيران وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. الأمين العام للأمم المتحدة انتهى الآن من زيارته إلى مستشفى العريش العام، وذلك بعدما تفقد عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتعرف على كمية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية وتوفر أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين القادمين من قطاع غزة، وأيضا خلال الطريق الممتدة ما بين مدينتي العريش ورفح. والمتعارف أن هذا الطريق والذي يمتد لأكثر من 45 كيلومتر به العشرات والمئات من الشاحنات، شاحنات المساعدات الإنسانية، والتي تحدثنا مرارا وتكرارا عن التعنتات الإسرائيلية في كيفية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من المنتظر أيضا أن يجدد الأمين العام الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة تسهيل وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة وأن هذه هي المرة الثانية التي يصل فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذه المنطقة الحدودية بعد الزيارة الأولى والتي كانت في 20 من شهر أكتوبر من العام الماضي. نتحدث أيضا عن كل هذه الأوضاع في ظل يعني حالة من تردي الأوضاع الإنسانية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي أصبح يعاني منها سكان قطاع غزة، لذلك تتجدد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى محافظة شمال سيناء المصرية وإلى هذه المنطقة الحدودية تحديدا، وذلك بعد المطالبات العالمية والدولية والأممية بضرورة إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وأيضا بضرورة وضع حد وتسهيل وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع. هذه الزيارة والتي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة إلى مدينة العريش، ومن مطار العريش انطلق بعد ذلك إلى مستشفى العريش العام، وتفقد بعد ذلك عدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية. ومن المعروف أن الدولة المصرية بدأت ومنذ بدء الأزمة على تقديم أوجه الدعم الطبي إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين يقدمون من قطاع غزة في شكل يعني إسعافات وتلقي أوجه الدعم الطبي والنفسي في عديد من المستشفيات المصرية التي خصصتها وزارة الصحة المصرية، سواء كانت هذه المستشفيات هي الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء أو في نطاق كل المحافظات المصرية المخصصة، والتي تقدر بأكثر من 8 محافظات خصصتها الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم الطبي إلى المصابين الفلسطينيين. نتحدث عن كل هذه الجهود والتي تستمر من خلالها مصر في إطلاق النداءات الدولية والنداءات التي تعمل على إيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وأيضا المطالبات للجانب الإسرائيلي بتسهيل وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة في ظل المجاعة التي أصبح عدد كبير من سكان قطاع غزة يعانون منها، خاصة في المنطقة الجنوبية والمتمثلة في محافظتي رفح وخان يونس. وهناك أكثر من 1,300,000 من المواطنين الفلسطينيين يعانون في هذه المنطقة تقريبا من نقص شديد في المواد الغذائية وفي كل أوجه الحياة، لذلك الأوضاع الإنسانية الكارثية الموجودة الآن في قطاع غزة، والتي نتحدث عن ما يقرب من 6 أشهر منذ بدء الأزمة الفلسطينية، كل هذه هي التي جعلت هذه الزيارة مهمة في هذا التوقيت من الأمين العام للأمم المتحدة. نعم مصطفى، نبقى معك في متابعة لاحقة بالتأكيد انتظارا للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح المصري. شكرا جزيلا لك مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية.